الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الطلبة، وفي درس جديد من دروس التربية الإسلامية للصف السابع الأول المتوسط. وصلنا إلى الدرس الرابع من الوحدة الخامسة والأخيرة، إلى موضوع أهمية الصلاة. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمود الدين. الصلاة أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة هي الركن الوحيد الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الأرض. الصوم فرض في الأرض في المدينة المنورة، الحج كذلك، الزكاة، لكن الصلاة لعظم الصلاة، لمعنى العظيم الذي تحمله الصلاة، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. إذن الصلاة هي أهم ركن من أركان الإسلام. كل أركان الإسلام لها أعذار. الحج ربما لا تستطيع أن تحج إلى بيت الله الحرام إن لم تكن تملك مالا، إن كنت مصاب بمرض يعيق عليك الحج. الصيام إذا كنت مصاب بمرض أو سفر، أو هناك أعذار لترك الصوم. الزكاة كذلك. إلا الصلاة لا يوجد عذر، لا يوجد ماء، هناك تراب، لم تستطع أن تصلي وأنت واقف، تصلي وأنت جالس، لم تستطع وأنت جالس وأنت مستلقي. إنسان لا سامح الله مصاب بمرض شلل كامل، يصلي حتى ولو بأن يحرك عينيه. إن هناك عذران لترك الصلاة. العذر الأول إذا الإنسان مات، فقد الحياة، هنا لا يستطيع أن يفعل أي شيء. والآخر، العذر الآخر، الجنون، إذا إنسان فقد عقله. فإذا الصلاة ليس لها عذر. لماذا؟ لأهمية الصلاة. اليوم في درسنا هذا سنأخذ ما هي أهمية الصلاة. أول شيء، الصلاة هي امتثال لأمر الله عز وجل، امتثال لأمر الله تعالى وطاعة له. الأمر الثاني لأهمية الصلاة أن الإنسان إذا ما صلى، الصلاة هي معناها صلة بين العبد وربه. الإنسان إذا ما صلى يستشعر عظمة الخالق ويخشى الله عز وجل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة وسلفنا الصالح عندما يقفون بين يدي الله عندما يصلون ترتجف أوصالهم، يرتجفون خوفا وخشية من الله عز وجل. هذا المعنى الثاني للصلاة. المعنى الثالث للصلاة، الصلاة هي تذلل المحن والشدائد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، هكذا يقول الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا جاء أمر شديد يقول ماذا يفعل؟ يذهب إلى الصلاة، يصلي لله عز وجل. كان يقول لسيدنا بلال المؤذن الصحابي الجليل، يقول له يا بلال أرحنا بها، أي أذن حتى نصلي نرتاح عندما ندخل في الصلاة. على عكس بعض الناس اليوم يصلي ليرتاح من الصلاة، كأنه هم ويزيحه عن صدره. الأمر الرابع لأهمية الصلاة، الصلاة تحقق آثارها في الطمأنينة وراحة النفس، كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها. فالصلاة هي عندما تستقبل، تتوضأ وتأتي، تقبل، تترك الدنيا، تكبر الله أكبر وتضع الدنيا خلف ظهرك، ثم تقبل وتقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، وتركع وتسجد لله عز وجل، فإن ذلك فيها طمأنينة وراحة للنفس الإنسانية. خامسا من أهمية الصلاة، الصلاة تهذيب لسلوك الإنسان. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة عندما تؤديها بصورة صحيحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
وكما أراد الله عز وجل، فإن الصلاة هذه ستكون حاجز بينك وبين المنكر، حاجز بينك وبين الفحشاء. لا يعني أن المصلي لا يذنب ولا لسنا معصومين، لكن إذا أذنب تاب إلى الله عز وجل، إذا أخطأ تراه يعتذر ويرجع عن الفعل الذي فعله. هذا المفهوم الصحيح للصلاة، أنها تأمرك بالمعروف وتأمرك بالإحسان، هكذا هي الصلاة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، معنى الحديث، قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من الدرن، هو الوسخ. هل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا أنه لو كان ببابك نهر يجري وتغتسل في اليوم 5 مرات من هذا النهر، هل يبقى عليك أوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. الصلاة عندما تقبل إلى الله عز وجل وتعتزل عن الإنس وعن الجن وتكون بينك وبين الله، تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فعندما تؤدي الصلاة وتسلم فوساوس شياطين الإنس والجن لا تستطيع أن تدخل إلى قلبك، لأنك اختليت بالخالق العظيم. لهذا ربما يأتي سؤال: لماذا نرى كثير من المصلين صلى وربما من المتلتزمين في المساجد هذا يأكل الربا وهذا يعصي وهذا يذنب وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا؟ لماذا؟ السبب في الشخص نفسه، أنه لم يؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل. لهذا يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: إن الرجل لتشيب عارضاه في الإسلام وما قبلت له صلاة. تشيب عارضاه يعني كناية على أنه يصلي سنوات وهو يصلي، تشيب عارضاه في الإسلام وما قبلت له صلاة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إذا كان لم يؤدي وضوءها وركوعها وسجودها فلا تقبل منه صلاة. فإذا السبب أنه لم يؤدي الصلاة كما أراد الله تعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصلاة من معانيها هو حضور القلب، عندما أكبر الله أكبر أحاول أن لا أشغل نفسي، مع أن المسألة صعبة جدا، لكن أحاول أن لا أشغل نفسي عن هذه العبادة العظيمة. إذن طلابنا الأعزاء، المطلوب منكم هو حفظ هذه. سؤال: ما هي أهمية الصلاة؟ تذكر هذه النقاط، طبعا تذكر مختصرة، مثلا هذه أهمية الصلاة: تأديتها امتثال لأمر الله، استشعار عظمة الخالق وخشيته، تذليل، إن في الصلاة تذليل للشداد والمحن وتدريب على الصبر، الصلاة تحقق آثارها في الطمأنينة وراحة النفس، الصلاة تهذيب للسلوك. هذه النقاط الخمس تحفظ، وكذلك حل أسئلة المناقشة. السؤال الأول يقول: متى تكون الصلاة واجبة على المسلم والمسلمة؟ هذا نشاط، يعني الجواب ليس موجود في الدرس، إنما تبحث في الكتب تسأل متى تكون الصلاة واجبة على المسلم والمسلمة. يعني الطفل الرضيع هل على الصلاة عليه واجبة؟ الجواب لا. إذا عمره 5 سنوات هل الصلاة واجبة؟ إذا عمره متى تكون واجبة؟ السؤال الثاني كذلك هو نشاط: هل الصلاة ركن من أركان الإسلام؟ استشهد بحديث شريف، هناك حديث يبين أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، تبحث وتضع الحديث في الجواب. تكلم على أحب الأعمال إلى الله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بنهر مبينا عظيم أثرها، اذكر الحديث الشريف وبين معناه. خامسا: متى تكون الصلاة مقبولة؟ متى تكون مقبولة؟ سادسا: تحدث عن أهمية الصلاة، تحدث عن أهمية الصلاة، أي هذه النقاط تكتبها بصورة مختصرة. إذن هذه أسئلة المناقشة، المطلوب منكم حفظ هذه النقاط باختصار وحل هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بالصلاة، وأن نؤديها كما أمر الله تعالى وكما أحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأله تعالى وهو أرحم الراحمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.